أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك أنت أهل الملك المتعزز بالكبرياء المتفرد بالبقاء الحي القيوم المقتدر القهار الذي لا إله إلا أنت، أنا عبدك وأنت ربي، ظلمت نفسي واعترفت بإساءتي وأستغفر إليك من ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني وظالم شيعة محمد وآل محمد عبدان من عبيدك، نواصينا بيدك، تعلم مستقرنا ومستودعنا ومنقلبنا ومثوانا وسرنا وعلانيتنا، وتطلع على نياتنا وتحيط بضمائرنا، علمك بما نبدي كعلمك بما نخفي، ومعرفتك بما نبطن كمعرفتك بما نظهر، لا ينطوي عنك شيء من أمورنا، ولا يستتر دونك حال من أحوالنا، ولا لنا منك معقل يحصننا، ولا حرز يحرزنا، ولا مهرب لنا نفوتك به، ولا يمنع الظالم منك سلطانه وحصونه، ولا يجاهدك عنه جنوده، ولا يغالبك مغالب بمنعه، ولا يعزك معز بكثرة، وأنت مدركه أينما سلك، وقادر عليه أين لجأ، فمعاذ المظلوم منا بك، وتوكل المقهور منا عليك، ورجوعه إليك يستغيث بك إذا خذله المغيث، ويستصرخك إذا قعد به النصير، ويلوذ بك إذا نفته الأفنية، ويطرق بابك إذا غلقت عنه الأبواب المرتجة، ويصل إليك إذا احتجبت عنه الملوك الغافلة، تعلم ما حل به قبل أن يشكوه إليك،
وتعرف ما يصلحه قبل أن يدعوك له، فلك الحمد سميعا بصيرا عليما لطيفا خبيرا. اللهم وإنه قد كان في سابق علمك ومحكم قضائك وجاري قدرك ونافذ حكمك وماضي مشيئتك في خلقك أجمعين، شقيهم وسعيدهم وبرهم وفاجرهم، أن جعلت لظالم شيعة محمد وآل محمد علي قدرة فظلمني بها وبغى علي بمكانها واستطال وتعزز بسلطانه الذي خولته إياه وتجبر وافتخر بعلو حاله التي نولته، وغره إملاؤك وأطغاه حلمك عنه، فقصدني بمكروه وعجزت عن الصبر عليه، وتعمدني بشر ضعفت عن احتماله، ولم أقدر على الاستنصاف منه لضعفي ولا على الاستنصار لقلتي وذلي، فوكلت أمره إليك وتوكلت في شأنه عليك، وتوعدته بعقوبتك وحذرته بطشك وخوفته نفسك، فظنا أن حلمك عنه من ضعف وحسب أن إملاءك له من عجز، ولم تنهه واحدة عن أخرى ولا انزجر عن ثانية بأولى، ولكنه تمادى في غيه وتتابع في ظلمه ولج في عدوانه واستشرى في طغيانه جرأة عليك يا سيدي، وتعرضا لسخطك الذي لا ترده عن الظالمين، وقلة اكتراث ببأسك الذي لا تحبسه عن الباقين، فها أنا ذا يا سيدي مستضعف في يديه، مستضام تحت سلطانه، مستذل بفنائه، مغلوب مبغي عليه، مغضوب وجل خائف مروع مقهور، قد قل صبري وضاقت حيلتي وانغلقت علي المذاهب إلا إليك، وانسدت عني الجهات إلا جهتك، والتبست علي أموري في دفع مكروهه عني، واشتبهت علي الآراء في إزالة ظلمه، وخذلني من استنصرته من خلقك، وأسلمني من تعلقت به من عبادك،
ذلك فاستشرت نصيحي فأشار علي بالرغبة إليك واسترشدت ذليلي فلم يدلني إلا عليك فرجعت إليك يا مولاي صاغرا راغما مستكينا عالما أنه لا فرج لي إلا عندك ولا خلاص لي إلا بك أنتجز وعدك ونصرتي وإجابتي دعائي فإنك قلت تباركت وتعاليت ومن بغي عليه لينصرنه الله وقلت جل ثناؤك وتقدست أسماؤك ادعوني أستجب لكم فها أنا فاعل ما أمرتني به لا من عليك وكيف أمن به وأنت عليه دللتني فاستجب لي كما وعدتني يا من لا يخلف الميعاد وإني لأعلم يا سيدي أن لك يوما تنتقم فيه من الظالم للمظلوم وأتيقن أن لك وقتا تأخذ فيه من الغاصب للمغصوب لأنه لا يسبقك معاند ولا يخرج من قبضتك منابذ ولا تخاف فوت فائت ولكن جزعي وهلعي لا يبلغان بي الصبر على أناتك وانتظاري حلمك فقدرتك يا سيدي ومولاي فوق كل ذي قدرة وسلطانك غالب على كل سلطان ومعاد كل أحد إليك وإن أمهلت ورجوع كل ظالمين إليك وإن أنظرت وقد أضر بي يا سيدي حلمك عن ظالم شيعتي محمد وآل محمد وطول أناتك وإمهالك إياه وكاد القنوط يستولي علي لولا الثقة بك واليقين بوعدك فإن كان في قضائك النافذ وقدرتك الماضية أنه ينيب أو يتوب أو يرجع عن ظلمي أو يكف عن مكروهي وينتقل عن عظيم ما ركب مني فصل على محمد وآله وأوقع ذلك في قلبي الساعة الساعة قبل إزالة نعمتك التي أنعمت بها علي وتكدير معروفك الذي صنعته عندي وإن كان علمك به غير ذلك من مقامه على ظلمي فإني أسألك يا ناصر المظلومين المبغي عليهم إجابتي دعوتي
فصل على محمد وآل محمد، وخذه من مأمنه أخذ عزيز مقتدر، وافجأه في غفلته مفاجأة مليك منتصر، واسلبه نعمته وسلطانه، وافضود عنه جموعه وأعوانه، ومزق ملكه كل ممزق، وفرق أنصاره كل مفرق، واعره من نعمتك التي لم يقابلها بالشكر، وانزع عنه سربال عزك الذي لم يجازه بالإحسان، واقسمه يا قاصم الجبارين، وأهلكه يا مهلك القرون الخالية، وأبره يا مبير الأمم الظالمة، واخذله يا خاذل الفرق الباغية، وابتر عمره وابتزه ملكه، وعف أثره واقطع خبره، وأطفي ناره وأظلم نهاره، وكور شمسه وأزهق نفسه، واهشم سوقه وجب سنامه، وأرغم أنفه وعجل حتفه، ولا تدع له جنة إلا هتكتها، ولا دعامة إلا قصمتها، ولا كلمة مجتمعة إلا فرقتها، ولا قائمة علو إلا وضعتها، ولا ركنا إلا وهنت، ولا سببا إلا قطعت، وأرنا أنصاره وجنوده وأعوانه، وأحباءه وأرحامه وعبادي بعد الألفة، وشتى بعد اجتماع الكلمة، ومقنع الرؤوس بعد الظهور على الأمة، واشفي بزوال أمره القلوب الوجلة والأفئدة اللهفة، والأمة المتحيرة والبرية الضائعة، وأحيي ببواره الحدود المعطلة والسنن الدائرة والأحكام المهملة والمعالم المغيرة والآيات المحرفة والمدارس المهجورة والمحاريب المجفوءة والمساجد المهدمة، وأشبع به الخماص الساغبة، واروي به اللهوات اللاغبة والأكبائد الضامية، وأرح به الأقدام المتعبة، واطرقه بليلة لا أخت لها، وبساعة لا مثوى فيها، وبنكبة لا انتعاش معها، وبعثرة لا إقالة منها، وأبي حريمة، ونغص نعيمة، وأري بطشتك الكبرى ونقمتك المثلى، وقدرتك التي فوق قدرتي،
وسلطانك الذي هو أعز من سلطانه، واغلبه لي بقوتك القوية ومحالك الشديد، وامنعني منه بمنعك الذي كل خلق فيه ذليل، وابتله بفقر لا تجبروه، وبسوء لا تستروه، وكله إلى نفسه فيما يريد، إنك فعال لما تريد، وابرأه من حولك وقوتك، وكله إلى حوله وقوته، وأزل مكره بمكرك، وادفع مشيئته بمشيئتك، واسقم جسده وأيتم ولده، وانقص أجله وخيب أمله، وأذل دولته وأطيل عولته، واجعل شغله في بدنه، ولا تفكه من حزنه، وصير كيده في ضلال، وأمره إلى زوال، ونعمته إلى انتقال، وجده إلى سفال، وسلطانه في اضمحلال، وعاقبته إلى شر مال، وأمته بغيظه إذا أمته، وأبقه بحسرته إن أبقيته، وقني شره وهمزه ولمزه وسطوته وعداوته، والمحه لمحتين تدمر بها عليه، فإنك أشد بأسا وأشد تنكيلا، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.